صباح عليكم بالخير، ونشكر زميلتنا صباح البدران التي وافتنا بهذه المعطيات وهذه الأرقام، وبالنسبة للدوائر الخمس المتواجدة والمنتشرة معنا في دولة الكويت بالنسبة للمحافظات. على أي حال، في هذه التغطية المباشرة لتلفزيون دولة الكويت والتي تقوم وزارة الإعلام مشكورة بكوادرها وطواقمها الهندسية بانتشارها في جميع محافظات دولة الكويت لتغطية هذه الانتخابات لعام 2016، والتي تحمل هذه العلامة المميزة وهي صوتي لوطني. هذا الشعار الجميل الذي يجب جميعنا أن ندلي بصوتنا من أجل الوطن، بأن نختار الأمثل والأنسب لمن يمثلنا تحت قبة عبد الله السالم. دعوني أرحب بضيفي داخل الاستوديو، دكتور حمد القحطاني، أستاذ التاريخ بجامعة دولة الكويت، وهو ضيف عزيز علينا ودائما وأبدا ما يكون معنا في هذه التغطية للانتخابات بطول السنوات الماضية. صباح عليك بالخير دكتور حمد. يا مرحبا، صباح الخير وأهلا وسهلا، ونشكر الحقيقة وزارة الإعلام على هذا العمل الجبار، وإن شاء الله نحقق الأهداف للوطن والمواطن بإذن الله. من خلال عدسة تلفزيون دولة الكويت والقنوات الفضائية نحاول جاهدين في وزارة الإعلام أن نسهل جميع المعلومات لمن يشاهد هذه العملية الانتخابية منذ انطلاقتها في تمام الساعة 7:30 صباحا. انطلقنا، وقبل فتح صناديق الاقتراع وحتى إغلاق الصناديق وأعلان النتائج، حتى من يشاهدنا من أبناء الكويت الذين لم يستطيعوا أن يكونوا موجودين معنا من الطلبة، بإمكانهم متابعة سير العملية الانتخابية أولا بأول من خلال هذه التغطية الشاملة. شاهدنا التقرير دكتور حمد قبل لحظات، وأنت أستاذ التاريخ في جامعة الكويت ولديك الكثير من المعلومات التاريخية التي نستند عليها ونستطيع أن نقارن بها. الكل يعول بأن هذه الانتخابات اللي عام 2016 لربما تحمل طابع جديد، ربما تحمل بين ملامحها دخول جديد لشباب جديد قادم، نعيش هذه الأجواء الديمقراطية، ودائما نصفق ونهنئ من يصل إلى قبة البرلمان، لأنه في النهاية من يريد أن يصل فحتما إن شاء الله يريد أن يخدم الوطن والمواطن. قراءتك للتقرير الذي شاهدناه قبل لحظات، ونريد أن نتحدث حول الأسباب التي دعت إلى حل الدور النيابي الذي شارف لربما على انتهاء دورته في يوم 16 من يوليو، ولكن قصر المدة تقريبا 3.5 سنوات. البعض يعتبره إنجاز لما قدمه مجلس الأمة في الفترة السابقة، والبعض يراه بأنه جاء نتيجة لحل، خاصة وأن حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه رأى بأن الحل كان قد جاء نتيجة لبعض الظروف التي حالت دون استكمال مدته وهي 4 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم في الحقيقة هو يوم مهم في تاريخ الشعب الكويتي، واليوم هو يوم ماطر، وكما تقول العرب يأتي الخير مع المطر، مع التباشير هذه الجميلة. فطبعا اليوم هو 26 نوفمبر 2016، وذكرت أنت كتاريخ. نعم فعلا، يعني وأنا أتذكر في الحقيقة ولم أعيش هذه الفترة، هو يوم 23 يناير 1963، وهو أول انتخابات، يعني أول انتخابات في تاريخ الكويت هو في يوم 23 يناير 1963، واليوم هو 26 نوفمبر 2016. تاريخ جميل، وما بين هاتين الفترتين ما يقارب 53 سنة عاشت الكويت في الحقيقة النواحي الديمقراطية، وسوف نتكلم إن شاء الله عن النواحي الديمقراطية من الناحية التاريخية. عندما ننظر إلى الحل، هذا الحل هو حق لحضرة صاحب السمو أمير البلاد من الناحية الدستورية، فمن حق الأمير عندما يرى أن هناك مجال الحل أو هناك أسباب، وكما ذكر أن هناك عوامل كثيرة داخلية وخارجية، وخاصة في كثير من خطابات حضرة صاحب السمو الكثيرة جدا وفي الحقيقة والبناءة والتي تحقق أن هناك أخطار في الحقيقة تحيط بالوطن العربي، ولهذا لابد من تجديد الدماء، وكما هو معروف أن المجلس تلقائيا يحل نفسه كل 4 سنوات لأن يكون هناك في تغيير وأن يكون هناك في توجهات، ونأمل في الحقيقة لأن كما هو معروف أن حضرة صاحب السمو وكذلك الحكومة تأمل أن يكون هناك مجلسا قادرا على الإدارة وأن يكون له دور، وهذا في الحقيقة موجود في المادة 6 من الدستور،
بأن الشعب هو مصدر السلطات، وإن شاء الله أن نأمل أن يكون هناك في تجديد، لأن هذا هو الهدف. يجب أن يكون هناك تجديد لأعضاء مجلس الأمة، لا بد أن يكون هناك من أعضاء. الخبرة لا تعمل دور أيضا في الدخول إلى معترك الحياة السياسية، هي ليست سهلة، بأن يعني الخوض في أن تكون ممثلا للأمة دون أن تكون لديك حصيلة وقاعدة تستند عليها من معلومات وسياسة وجميع المعطيات، لأن دور ممثل الأمة ليست فقط في الشأن السياسي وإنما في جميع شؤون الأمة، من الصحة والاقتصاد والتعليم والثقافة. نعم. فبالتالي يجب أن يكون من يريد أن يدخل إلى قبة عبد الله السالم أن يكون ممثلا للأمة، أن يحمل ما بين جنباته الكثير من الثقافة والعلوم، وبحيث يكون هو ممثلا بالفعل للأمة. نعم. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، وهذا يعني وشبابنا يعني من الجنسين، يعني لدينا من الشباب الزاخر والشابات الذين يتمتعون أمانة بتحصيل علمي نفتخر به. طبعا هذه نقطة في الحقيقة مهمة جدا، وهو أن يكون له خبرة، ولكن عضو من يسمى أو من يقدم نفسه للمجتمع الكويتي يجب قبل أن يصل عمره إلى 30 سنة بناء على قانون الانتخابات أن يكون عمره 30 سنة، يعني عندما يتخرج هذا الشخص، عندما يبدأ دراسته من 6 سنوات، يجب إنسان إذا كان عنده طموح عنده خطة، يعني دائما عضو مجلس الأمة أنا في رأيي أن يكون عنده خطة عنده توجه من هو يعني صغير من 6 سنوات وهو يتعلم حتى يتخرج عمره 22 سنة وحتى يعمل. دكتور حمد، الدستور الكويتي عندما وضع بأن السن القانوني لمن يريد أن يترشح لانتخابات مجلس الأمة وأن يكون عضوا في مجلس الأمة، وضع القانون بأنه يجب أن يكون في سن 30، بينما من يريد أن يدلي بصوته يجب أن يكون قد تعدى سن 21. كيف تقرأ الرقمين؟ أولا أقرأ الرقمين بأن من الناحية القانونية أو من الناحية الشرعية الإنسان تقريبا يبلغ عمره 15 سنة، تقام عليه الحدود من ناحية الدينية 15 سنة، ولكن حسب القانون حسب المدني. القانون المدني هو 21 سنة، وأعتقد ما يسمى ببلوغ سن الرشد. 21 سنة أصبح هناك له قدرة على أن يختار، لأنه الآن تقريبا ممكن تخرج من الثانوية أصبح عنده يعني حصيلة، ولكن يستطيع أن يكون إنسانا مسؤولا. طبعا هو من ناحية قانونية 21 سنة خلاص أصبح لم يعد يكون أقل من 21 سنة، هو قاصر حسب القانون، بينما بعد 21 سنة هو أصبح بالغا، وكذلك أن المدة إلى 30 سنة مدة يعني أنا بأن تصقل. أنا شخصيا أرى أن تكون المدة 40 سنة، لأن هي المدة التي نزلت الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم. 40 سنة يعني يقول هو حسب أن 40 سنة أصبح قادرا، ولكن حسب القانون جعلوها يعني 30 سنة حتى يكون هناك في اختيارات وهناك دخول. ف30 سنة قادر، وهذا يعتمد على الشخص نفسه، هل هو شخص قارئ، هل هو شخص مثقف، هل هو شخص قرأ الدستور، هل هو شخص عرف مواد الدستور، هل هو تعايش مع هذه المواد، أو يأتي عندما أهوه. وهنا بعد يعتمد على الناخب واختيار الناخب، لأن هناك طرح لهذا المرشح، هناك توجهات، هناك برامج، كل هذه الأمور في الحقيقة تسقل هذا الشخص، ومن هذا الاختيار اليوم تعرف هذا الشخص وتوجهاته وأفكاره وماذا سوف يعمل في المستقبل وماذا سوف يحقق، ونأمل في الحقيقة أن يتحقق ما يطلبه الشعب الكويتي. جميل. دكتور حمد القحطاني، وأنت أستاذ التاريخ في جامعة الكويت، أنت يعني مشكورا، تفضلت منذ صباح الباكر بأن تكون معنا في انطلاق الصباحية مع انطلاق فتح صناديق الاقتراع لهذا اليوم لانتخابات أمة 2016.